طابت اوقاتكم بكل خير متابعينا سمازة كروس. اليوم راح نسلط الضوء حول تنظيم مديرية العامة للثقافة والفنون السرياني بالتنسيق والتعاون مع مركز عشتار الثقافي في مدينة زاخو بافتتاحية معرضا للصور الفوتوغرافية يضم بشمرقة ايلول وقولان. مشاهدينا خليكم ويانا بهذا التقرير. تضمن المعرض صورا للبشمركة الأبطال عن الذين شاركوا في ثورتي أيلولا وجولان وحتى الانتفاضة المجيدة، وكانت الصور فقط للبشمركة للمسيحيين للمنطقة زاخو فقط. حقيقة نال إعجاب الجماهير زاخو الحاضرين من رجال الدين من الجهات الحكومية والحزبية. حقيقة نحن كمسيحيين نفتخر بهذه المشاركات التي شاركنا وقدمنا شهداء حقيقة لتربة كردستان ونيل حرية هذا الشعب المظلوم. مجموعة ما عدنا بحدود 103 صور قدرنا نحصل، لأن بكل أسفنا الشديد أنه بالمئات من 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 البشمركة المسيحيين اللي كانوا من الشهداء أو كانوا من الجرحى أو من المشاركين الفعليين في جبهات القتال ما حصلنا على صورهم، لأن تعرفين سنة 61 الثورة الكبرى لأيلول، فما قدرنا نحصل هواية من الصور عندهم. هي إحنا عدنا كوكب من ذني من 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 مثل خوري بولس بيداري اللي كان هو عضو مجلس قيادة الثورة الكردية، عدنا مطران بطرس، عدنا مئات يعني هم بصراحة كوكبة من المسيحيين. الجيل الموجود يعرف أنه الثورات الكردية اللي شارك بها المسيحيين المسلمين اليزيدية، فهذه الصور هي كنبذة نبذة نبذة عن 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 هاي الكوكبة من المقاتلين المسيحيين. هذا المعرض يدل على مشاركة وأهمية المسيحيين في حركة أيلول في وقتها. هاي التصاوير المثبتة في هذا المعرض أكيد شفتوها، مشاركتهم الجدية وتحملهم مصاعب وأتعاب وخسائر ونضال القرى المسيحية في منطقة زاخو. أنا من أحد البيشمركة اللي تصويري مثبت بهذا المعرض اللي مشاركين في ثورة أيلول سنة 1960، وكان النضال متعب وصعب في حينه. حققت ما عليه الآن نحن، وأكيدا كل حركة إذا ما تتعب وإذا ما تضحي ما توصل إلى هدفها. مشاهدينا مثل ما شفتم فقراتنا لهذا اليوم إن شاء الله نالت رضاكم، وأكيد راح نلتقيكم فقرات أخرى ممتعة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا نجلاء السندي لبرنامج نسمة زاكروس. إلى اللقاء.